السلام عليكم. عنا زوز ماتشات مهمين، ماتش ضد ناميبيا وماتش ضد غينيا الاستوائي في جوان. احنا حاليا في شتر افريل، معناها مازالك شتر افريل وماي وتدخل في التربص ديريكت باش تلقى روحك زوز ماتشات مهمين، وباش نلعبوا ماتش ضد الكونكيرون ديريكت اللي هو غينيا الاستوائي. اللي راو سامحوني باش نحكي كلمة حق نقول هذه، وغصة في قلبي وجيعة قاعد نحكي فيها، خطر عليش وضعيتنا خايبة كمنتخب وطني تونس. قبل غينيا الاستوائية ما تشدش في دينا درجين، رينك نقول ما تشدش في دينا درجين، خطر نعرف وقت المنتخب شنو. وقتها نعطيه 7 للبينين، وقتها نعطيه 5 للمالاوي، وقتها المنتخبات هذه اللي طالعة جديدة ناميبيا وكجميع ذيكم 5 لي و5 روتور وما على بالناش بيهم. وقتاش؟ وقت اللي كنا باهين، وقت اللي كنا منتخب الرسمي نضربه بيد من حديد، وقت اللي كنا منتخب كي نمشيو نلعبوا مع المنتخب المصري في مصر يخافوا منا يرعشوا منا. ليه؟ يقولك ساي جاي يمشي ربحونا. احنا وين من هذا؟ الله اعلم. يا معلم تتفكروا ماتش المغرب؟ وما ادراك ماتش المغرب، نلعب على كاليفيكاسيون كاس العالم، عادل الشادلي لعب 2-1 ومروحين سيبو مانيش متعدين، عادل الشادلي يحط كره في الشبكه نتعديو. هو الكاليبر الكبير للمنتخب التونسي وقتها، راه المنتخب المغربي اللي عج بنجومه. خاطر من بعد تقول لي ليه خاطر كانوا يجيبوا في المحليين؟ ليه؟ من اول الدنيا، من اول الدنيا يجيبوا في الليترونجي ويلعبوا لبرا، لكننا احنا كنا منتخب به. المنتخبات الافريقيه الكل بدات تقدم واحنا مش قعدنا في نفس البوان. ليه؟ احنا قاعدين نوخروا، احنا قاعدين راجعين بالتوالي لوين الله اعلم. نزيدكم انا من شعر بيت، المنتخب التونسي التو متعاين مدرب. شوفوا احنا حجم الكوارث اللي احنا فيها. هنا نحب نسال يا فيديراسيون، يا جامعه تونسيه كره القدم، يا مسؤولين على الكره في تونس، راكم بالرسمي باش تهبلونا؟ خاطر كيما قلت راني نحكي بحرقه توا. وقتاش ناويين تعينوا مدرب؟ بجيبوا مدرب ولا ماكم جايبين؟ يا خويا ماكم جايبين قولونا، رانا مانيش جايبين. قولونا خويا رانا احنا توا سي بون، حطينا منتصر روحيشي والبوسعادي باش يقعدوا لراس الاطار الفني المنتخب. خلينا نفهم رواح وبيناتنا راهي ماشيه كيكه الحكايه، راهو خلينا نكون واضحين. خاطر اللي في مخه باش يغير ويبدل ما فيها بيس، نجم خويا تمشي تجيب مدرب، ما انك انت عندك الصلاحيات توا وتجيب مدرب به، يعني باش من بعد حتى واحد ما يبدا يتلكش. الا جيك رئيس يقول لك انا ما في باليش وهذا ما حطيتوش وهذا ما نعرفش عليه، ليه خويا تجيب مدرب كفى. جاتكم الفرصه وقبروس انا باش نعاود نحكيها حكايته، خاطر وصل حكيها ملوش وقال. رانا قعدنا نستنيو حتى كش لحديش مارس يظهر لي تصير الجلسة الانتخابية نعينوه ونعيطولو ونكلموه، مي انا وقتها قعدت نستنى. من بعد وليت ما عادش فما جلسة جملة وتلغاو القوائم الكل. هذيك بالنسبة لي انا كمتابع للمنتخب التونسي وكجماهير تونسية نحكي لهنا الناس الكل، احنا رانا ما يهمنيش، احنا اللي يهمنا مصلحة المنتخب وين في هذا الكل، فما حد شيء. وقتها هما اللي له يحوس يحوس، واللي له يدبر في منصب يدبر، واللي قاعد يعمل في قائمة ويحب يجيب هذا على حساب هذا قاعد يركح في أموره. وأحنا ما فهميش في هذي الكل بتبيع ديما آخر همهم، احنا خموا فينا خموش فينا. دونك وين المدرب؟ ما فهميش. كملوا توما ضربوا النوم وخل نشوفوا وين باش توصلوا، خاطر حتى الناس الفولونتي اللي تحب تصلح واللي تحب خويا قالك نجي نخدم مين با سمعتوهم ومين با عيطتوله. ونعطيكم مثال اللي هو راضي شعايتي، تكلم في موزايك وحكي قال بالنسبة لي أنا متجند لخدمة المنتخب التونسي بلغتنا العامية، وقتاش يعيطولي تو نجي ندرب في تونس؟ شنو راضي شعايتي خايب؟ راضي شعايتي ما يعرفش. راضي شعايتي اللي متحصل على شهادات في التدريب في لونجليتير، متحصل على اليوفا، رانا في الانجليز، رانا في البطولات الأوروبية، درب في الترجي الذي تونسي، شاد ليكيبات سينيور. هذا الكل ما يشفعلوش انه باش يكون في الإطار الفني المنتخب التونسي،
انا قلت لك ويتر فن يا خاطر انا عارفكم بعد شنو باش تبداو وكيفاش وعلاش والمدرب هذا لا اخويا اللي يستحق يكون في بلاصه راني نقول يستحق في بلاصه واللي موجودين حاليا ما همش خير منه لا كفاءه اكثر منه ولا دربوا فرق اكثر منه ولا حد شيء. نخليكم الساعه تسمعوا شنو قال راديج عادي ومن بعد نرجعوا نتفاعلوا مع الموضوع. انا كاونسيان جوار اونسيان كابيتان في ليكيب ناسيونال يهمني يعني الاجواء شفت مع التلفزار وقاعد نتابع الحقيقه يعني من ناحيه يعني تدريب المنتخب الوطني هذا يعني شرف لاي مدرب خاصه تونسي ونزيد ناكد حيدر وبحذاك يعني ضيوفك يعني تونسي راهو ما نجم يشد الفريق الوطني كان تونسي لكن الفتره هذه استثنائيه حسب رايي فما برشا مشاكل معناتها فما زاد كيف فما برشا حاجات مخبيه ورئيس الدار يلزم ناخذوا لا بون ديسيزيون تونسي اترونجي المهم يعني نخرجوا من الفتره هذه كما يلزم باش نجم يعني الجامعه اول حاجه على خاطر هي الجامعه هي على الاساس اللي هي اللي بتختار المدرب وبعض المدرب يعني يتبع وحتى الادارات الاخرى مش كان المدرب يعني فيه يعني الكثير من من ممكن الادارات الاخرى تنجم يعني تنضم للمنتخب اذا يعني المنتخب التونسي حاجته برادج عادي معناتها في اي وقت وفي اي مكان وفي اي زمان ما عندي حتى مشكل بالنسبه للفريق برادو سوني خويا تسمع الكلمه ذي ما عادش عندك ما تزيد حتى كلمه قال لك وقت اللي حاجته بي المنتخب التونسي نجي وقال لك راهو الفترة الحالية يستحق فيها المنتخب التونسي مدرب أجنبي، تعرفش نفهم أنا من الكلام نتاعو، حتى كي تعيطولي ونكون أدجوان ونكون أنا موجود في الإطار الفني للمنتخب التونسي مرحبا، ما عندي حتى مشكلة، وبالنسبة لي أنا راني ندعم الفكرة هذي، من الآخر، خويا المنتخب التونسي هذه حكاية المدرب التونسي باش يراني المنتخب في الفترة الحالية زينة منها، يزينة خويا خلينا نعملوا فترة إنتقالية، خلينا نجيبوا مدرب باهي، خلينا نشوفوا مدرسة تتماشى معانا. شبينا نجحنا وقت اللي جبنا لومير او نجح المنتخب التونسي وهز كوب دافريك وعملنا سنوات باهية وربحنا وخسرنا وعملنا ماتشوات باهيين وتعدينا كاس العالم هذه الكل مع شكون مع فترة روجي لومير فترة روجي لومير وقت اللي تفكرها كيفاش كانت ما كانت ديما حس وعيات مع الصحفيين هذه الاولى خاطر يعرفهم مستواهم شنية دونك هو يعرف كيفاش يتعامل معاهم والثانية كلغة المدرب التونسي والكفاءة وينجم يعاون هذيك من ناحية على جنب والأهم من هذا أنه الملاعبية اللي ينجسوا في البطولة التونسية والبطولات العربية ما يخسر لهمش خويا يقولهم راني نجيب الملاعبية اللي ينجسوا في البطولات الأوروبية ملاعبية ينجموا يزيدوني ملاعبية نستحقوهم في وقت من الأوقات وقت اللي ما عنيش مهاجم اقترح عليهم وجنسنا دو سانتوس ودو سانتوس عاون المنتخب وسجل في برشا مقابلات في كاس افريقيا وقت اللي ما عندناش ريال جوش جنس كلايتون خاطر نستحقو كلايتون هي هذا الكل احنا وين احنا من الاخر راهو راني نقول لكم يا جماعه تونسيه كره قدم ويا مسؤولين يا خويا تحبوا تصلحوا لازمكم اول حاجه مدرب اجنبي هذه ما فيهاش كلام وكيما تو تكلم راديج عادي وقال لك انا موجود يا خويا تحطوا في الاطار الفني المنتخب التونسي خليه على الاقل مع اسم كبير ياخذ روليف نعرفوكم كلغة ليه وما دربش وما هزش ألقاب وما يعرفش وما عملش وما قدش باهي خويا ميسيل شام شمشي معاك انا حطه في الإطار الفني جيب له مدرب كفء وكبير شوف رونار شوف مدرب كيما وقبروس يذم المدربين الكاليبر لجموا عاونوا المنتخب وعملونا ستاف باهي مع الجعايدي وكالمواطنين الاخرين خويا شفين نقول لك انا لازم تخليهم مفروضين علينا بالسيف سيبونا من اللغه هذه وسيبونا من حكايه هذم راهو المنتخب بالرعوانية نتاعكم راهو ماشي الهوي رجعونا اسمنا رجعونا قدرنا يهديكم ربي ميرسي بوكو على المشاهده يعطيكم الصحه نتلاقاو في فيديو جديد.